خلينا نرجع لمسيرة 14 جانفي يا حبيبي. يعني غياب القيادة السياسية لجبهة الخلاص الوطني، نحكي غيابها في مخاطبة الجماهير، في خطاب، في مخاطبتها للناس وطمانتهم، وتقديم ربما خارطة طريق ربما متفق عليها حتى داخل الجبهة، تعتبره خطأ تكتيكي ربما في مسار مقاومة الانقلاب، ولا تعتبره حاجة عادية يعني هذا الغياب؟ أنا حسب ما أنا حكيت مع بعض قيادات الجبهة، جبهة الخلاص، قالوا لي أنه كان الأمر مقصود، يعني نلقي كلمة، القيادات تلقي كلمة في الباساج، يعني عند انطلاق المظاهرة، وقد ألقاها على ما يبدو رئيس الجبهة السيد نجيب الشابي، ثم بعد الدخول إلى شارع الثورة، إلى شارع بورقيبة، تتحول قيادات الجبهة كغيرها من المتظاهرين إلى مواطنين عاديين، لكي يتم تسهيل الالتقاء بين المربعات الموجودة هناك من أطراف سياسية أخرى. الخماسي كان موجود يعني أمام المسرح، ويظهر لي الأستاذ عياش الهمامي. وتعتبروا هذا خيار موفق بالنسبة لبنتي؟ يبدو أنهم اختاروا ذلك حتى يتجنبوا ربما يعني أن يصبح لكل مجموعة يعني منصتها السياسية إن صح التعبير. لكني كنت أفضل في مثل هذا الموعد التاريخي أن يتم التقدم بخطاب يعني واضح للناس في هذا اليوم، ويمكن بطبيعة الحال أن تقدم الجبهة رؤيتها الجديدة، خارطتها للطريق، تصورها للالتقاء السياسي الكبير الذي يجب أن يتم بين القوى الديمقراطية. صحيح اللي ثم نوع من العزوف ربما أو الملل من الخطابات كما يقول الشارع الديمقراطي، ولكن كانت فرصة في حقيقة الأمر بعد فترة معينة يعني تحركت وقادت فيها الجبهة هذا الشارع، كانت فرصة يوم 14 جانفي أن تتقدم بخطابها الجديد، خصوصا وأن هي أول فرصة ممكن معناها يلتقوا فيها بشارعهم الديمقراطي بعد خيبة الانقلاب في انتخابات 17 جانفي.